نتعدل آخر فقرة عنا في الكويز، هي سلوك إيجابي أم سلوك سلبي. أنا نعطيكم سلوكيات وأنتم تقولوا لي السلوك هذايا باهي ولا خايب. زميلي في القسم أضربني، ضربته. سلوك خايب. زيزو سلوك باهي ولا سلوك خايب؟ سلوك باهي. سلوك باهي، اللي ضربني نضربه؟ لا صحيح. دونك سلوك اللي يضربني نتزنب الضربة، نهبط راسي. صحيح، تعمل اسكيف. برافو. و احسن زيزو، نتعديو للي من بعد. نعاون ماما في المطبخ، سلوك ايجابي ام سلوك سلبي؟ سلوك ايجابي. برافو زيزو. نعاون ماما في المطبخ، سلوك ايجابي ولا سلوك سلبي؟ سلوك ايجابي. سلوك ايجابي، احسنت. نرسم على الطاولة، سلوك ايجابي ام سلوك سلبي؟ سلوك سلبي. زيزو، اي ذيك هي شخبة شخبية على الطاولة، سلوك ايجابي ولا سلوك سلبي؟ سلوك ايجابي. شخبة شخبيت، خبيت لخبط لخبيت لخبط. لا يا زيزو، الرسم على الطاولة سلوك سلبي، الخطر نمسخ الطاولة واحنا عنا اوراق قدامنا، نجمو نرسمو على اوراق، نجمو نكتبو ونجمو نعملو الحاجات اللي نحبها اليوم كل على الورقة مش على الطاولة يا زيزو. نتعديو للسؤال اللي من بعد. نستأذن عند الدخول والخروج من ماما وبابا، سلوك ايجابي ام سلوك سلبي؟ سلوك ايجابي. احسن سرول. زيزو، سلوك ايجابي. سلوك ايجابي صحيت. كي يبداو زملائي يحكيو نقاطعهم، نقص عليهم الحديث، سلوك ايجابي ام سلوك سلبي؟ سلوك سلبي. اه شي، كيفاه يبدا صوت الفرد؟ صوت الفرد، صوت الفرد كيفاه؟ انت لازم تقول لنا لي صوت الفرد كيفاه. قولي تا سرورة تقول لك، ترى اسأل سرورة كيفاه صوت الفرد كيفاه. تاف 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 صحيت. عطيني انت، نعطيك انا صوت الفرد، بيوم بيوم بيوم. يلا نرجع السؤال. يا قنبلة رميت قنبلة. هي تنزيدك مرجي، اسئلة بتاع اسلحة ومافيوزي قاعدة معنا. يلا نرجع لاخر سؤال، قلنا اللي قطع اصدقائه هما يحكيو نسميه سلوك وسلوك ايجابي. صوت السكينة، صوت السكينة. زيزو كمل السؤال اللي خليني نتاع صوت السكينة كيفاه؟ ما عنديش سكينة صوت. يلا هذه من سلبيات الفرجة في التلفزة وفي النتفليكس مع ماما وبابا. يلا خلينا نكمل. يلا نكملوا اخر سؤال، نختموا بفقرة الكويز مع زيزو. اخر سؤال هو كويز مع سامة. هل كيف ما ناكلش لومشتي وناكل لومجت صحابي، سلوك ايجابي ام سلوك سلبي؟ سلبي. سلوك ايجابي ام سلوك سلبي زيزو؟ سلبي. سلوك سلبي، احسن تزوز. يعطيكم الصحة، جاوبت على برشا اسئلة مزيانين، عدينا برشا افادة لاصحابنا اللي يسمعوا فينا، ونتقابلوا في حلقة قادمة.